سي هشام، حنا حاضرينك بالسيف ما تمرض بالسيف ما الخاطر. يعني صراحه اش غادي نقول لك، المغاربه كلهم تالموا ماشي غير انت، ولكن كتبقى انت ابن. كيفاش تقبلتي الوفاه ديال الوالد الله يرحمه؟ اولا السلام عليكم. انا لله وانا اليه راجعون. كان خبر صعيب بزاف، لانه الوالدين ما كيتعوضوش، دي اول مساله. وثاني مساله، الوالد كان حنين بزاف، محنا وانا صغر من خويا، حنا جوج خوت، خويا كبر مني وانا ذكور، كنت انا عزيز عليه بزاف. كنت كنعيط لي كنقول لي الو حنيني، كيقول لي كتقول لي حنيني، الله يحن عليك دائما. اللقاء، الكلمه الاخيره، باش سمعت صوت الوالد وقبل الوفاه ديالو بيومين، اتصلت قلت لي الوالده راه مريض، راه كيرد. هذيك قلت لها الوالده راه ربما راك راه المعده سولي، هي كتسولو كتقول واش دارك المعده، يقول لا. كنقول لها ماشي سولي، واش مصران؟ لا كيتقيا. قلت لي الو با حنيني، ما تخاف والو، راه له سواس هذا وهذا. قال لي انا مريض وليدي، انا مريض والمسامحه. هذه اخر كلام هذا مشتوش انايا، تكون مع الحجر الصحي شي غتكون شي ربع شهور مشتوش. كان حنين ابعطوف كيرحم، عزيز عليا الضعفاء الفقراء، كان مرضي الوالدين. وانا كنتمنى من الله انه خلى لنا خليفه، كاين خويا الكبير، انه هو في بلاصه الوالد ان شاء الله. وكلمه اخيره، لانني ما قدتش، كنشكر سيدنا الله يطولنا في عمره، الله يخلي لينا مفخره للبلاد، لانه هو كل شيء. هو ابنا الثاني من بعد الوالد، هو الاب الثاني لينا وجميع المغاربه. كنشكر المغاربه كاملين، من طنجة للقويرة، المغرب وخارج المغرب، لا قدرة الله أكبر. الله يجازيكم بخير. اسمح لي سي هشام سؤال أخير، لأن ما نطولش عليك. هاد أربع شهور ديال الحجر، أنت كنتي مع باك حنينك، يعني أش غادي نقول لك، أنا عجز لي لسان على لا لا. كيفاش كنتي كتعيش هاد أربع شهور هادي؟ كيفاش كنتي كتحس به؟ أنا الوالد ديما كنحس به، دائما كنحس به، لا هو لا الوالدة، كنحس بهم. ودائما الدعاء كنصلي كندعي معاهم، لان الله سبحانه وتعالى هو الشافي، هو الرازق، هو كله. الله سبحانه وتعالى يحيي ويميت، الله سبحانه وتعالى في يده كل شيء. الله سبحانه والله عشت ديما عقلي كل شيء معاهم، ديما كنفكر فيهم، ديما يعني كي يقولوا الناس الجهد يجهد الله، ما لقيت لهم جهد صراحه الا الدعاء. و يعني كلمة أخيرة، كان كما قلت لك، كنطلب الرحمة والمغفرة للوالد، والله يوسع عليه ضيقة القبور ولجميع المسلمين، كما الله يوسع ضيقة القبور على عمي قشبير الله يرحمه وسائر المسلمين الموتى، الله يوسع عليهم ضيقة القبور. والله ينصر سيدنا وعاش الملك، الله يخلي لنا، الله يخلي لنا سيدنا، الله يخلي لنا سيدنا. كبر بينا وعطانا واحد شحنه كبيره ترويعه، عطاها لنا سيدنا، هو انه التفت لينا وصيفط لينا تعزيه، الله يخلي لينا. هذيك مفخره لينا حنايا، هذاك هو. وثاني مساله اللي كنقولها، ان الوالد خلانا مرفوع الراس، لا هو لا عمي قشبل، ثنائي كانوا في الميدان الفني، اعطاو بصمه مزيانه، اعطاو كلام موزون، لحن موزون،
رغم البساطه ديال هذاك الشيء، البساطه انه الانسان عنده مسائل بسيطه واعطى حنان جمهور وكسب جمهور كبير من المغرب من طنجه للقويره تبارك الله، وكانوا كيحبوا سيدنا بزاف. المرحوم محمد الخامس، سيدنا محمد الخامس، الحسن الثاني الله يرحمهم وسع عليهم ضيقة القبور، والمحبة الكبيرة هي سيدنا محمد السادس وعاش الملك، والله يرحم الوالد في هذا النهار يا ربي، والله يرفع لنا الوباء، يا ربي ارفع لنا الوباء، يا ربي ارفع لنا الوباء، إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وشكرا للجريدة الكريمة. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو واتساكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.